خلينا نروح كمان نقول لكم اخبار زياده عن كره اليد. فريق كره اليد دخل معسكر مغلق من امبارح، وطبعا يعني معذورين عن كل شيء، عن الميديا، عن الفيسبوك، عن السوشيال ميديا، كل حاجه، مركزين فقط في المباراه. الماتش هيتلعب يوم جمعه زي ما قلت لحضراتكم طبعا مع الاهلي، والفوق الفائز هيتاهل لبطوله العالم اللي هتقام الشهر اللي جاي في السعوديه. عشان نعرف اكتر من تفاصيل فرقتنا في معسكرها معانا الكابتن طارق محروس المدير الفني. اهلا بيك يا كابتن طارق. كابتن هيثم ازيك؟ وازيك حضرتك، وبمس عليك وعلى مشاهدينك الاهلاويه المحترمين. انا عارف طبعا يا كابتن حضرتك خارج من محاضره، كان عندك محاضره بتحاضر وخرجت مخصوص للرد علينا، بنشكرك يا كابتن، شكرا جزيلا. هو انا في محاضره واحنا بناخد كل شويه فاصل كده بريك، بس في البريك ده انا رديت عليك عشان انت حبيبي. متشكر يا كابتن طارق، وقلوبنا ودعواتنا وكل حاجه، يعني نتمنى الفوز ليكم يا كابتن. طمنا على الفرقه. والله اول حاجه هطمنك عليها، لسه دلوقتي حالا وصلنا المسحه، والحمد لله المسحه سلبيه. الحمد لله، الحمد لله. جاهزين للمباراه دي اول حاجه احب الحمد لله. ربنا يطمنك يا كابتن، ربنا يطمنك. قناه النادي الاهلي ان الحمد لله المسحه سلبيه، والحمد لله اللعيبه كلها نقدر باذن الله اي حد فيهم يشترك، وباذن الله الحمد لله سليم معافى الحمد لله رب العالمين. خبر جميل ان شاء الله، بدايه جيده يا كابتن. طب الناحيه الفنيه كمان طمنا يا كابتن. والله الناحيه الفنيه احنا من ساعه ما رجعنا عملنا تدريبات وبنعمل دايما محاضرات بصفه مستمره. النهارده كان عندنا تدريب، اول تدريب في صاله الدكتور حسن مصطفى في 6 اكتوبر، وخلصنا التدريب ورجعنا على العشاء، ودلوقتي بدانا فتره محاضرات. والحمد لله ورب العالمين احنا مركزين، والاولاد اللي حصل معاهم بعد عودتهم على طول تكريم ثاني يوم من مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب ومجلسه الموقر المحترم، ادى دفعه قويه جدا للعيبه ان هم على قلب رجل واحد ان هم هيقاتلوا لاخر نفس، واحنا بنفس الكلام بالنسبه للجهاز. الحمد لله في تركيز كبير، اللعيبه كلها فاصله الحمد لله عن الميديا عشان المباراه دي مباراه تعتبر مهمه. بدايه الموسم الحمد لله احنا بداناه ببطوله افريقيه، بطوله كانت غاليه على النادي الاهلي بقالنا حوالي 3 سنين ونص ما خدناهاش. رجعناها تاني لدولاب النادي الاهلي، عندنا ماتش السوبر برضك ماتش مهم. طب كابتن طارق طمني، يعني هرنانديز اللاعب الكوبي وصل امبارح، اتمرن تمرينه او اتنين مع الفرقه يا كابتن؟ اتمرن الصبح معانا تمرينه خفيفه، وبعد الظهر اتمرن معانا بقى التمرينه اللي كلها فيها شغل الملعب والكلام ده، والحمد لله اتمرن كويس وتمرينه كانت مفيده، وهو قاعد معانا طبعا في المحاضرات بصفه مستمره. والولد بصراحه يعني جاي جاهز نفسيا وذهنيا للمباراه، واتفرج هو بيقول ان اتفرجت على الماتشات الخاصه بالنادي الاهلي في بطوله افريقيا قبل ما يجي، وعرف اللعيبه من خلال المباريات وعرف ادائهم. والحمد لله التمرين بالنسبه لنا وجوده في التمرين النهارده كان مطمئن الى حد كبير. يعني عندك تمرينه بكره على الصاله يا كابتن؟ عندنا تمرينه بكره على الصاله، دي هيبقى اخر تمرينه، بس عندنا تمرينه خفيفه كده هتبقى في الاوتيل الصبح، وبعد كده بعدها محاضره، ثم تمرينه الصاله ومحاضره، وبرضك يوم الجمعه قبل المباراه برضك في محاضره. الكلام ده كله احنا عشان بندخل اللعيبه ونخليها تحت ظرف المباراه في اي لقطه تحصل، وربنا يقدرنا باذن الله، ونبقى عند حسن ظن كل جماهير النادي الاهلي ونسعدهم يوم الجمعه باذن الله، وتبقى دي تاني فرحه لهذا الفريق مع بدايه هذا الموسم. يا رب يا كابتن. كابتن طارق محروس المدير الفني للنادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وقلوبنا ودعواتنا وكل الاهلاويه في ظهرك يا كابتن طارق ان شاء الله. يعني دي كانت اخبار كابتن طارق محروس، كان مهم يبقى معانا عشان نعرف منه كل الاخبار وكل الامور اللي تخص الفرقه.